من واشنطن روب أرلت الخبير الاستراتيجي الجمهوري، مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. سيد أرلت، كيف تتابعون إدلاء مديرة الخدمة العسكرية اليوم بشهادتها، وما الذي تتوقعونه منها؟ الخدمة السرية عفوا. حسنا، هل أعدت السؤال من فضلك؟ من الذي تشيرين إليه؟ ما الذي تتوقعونه اليوم في شهادة مديرة جهاز الخدمة السرية، وما المنتظر بأن تقدمه شهادتها لكم اليوم؟ حسنا، سأخبرك أن رئيسة الخدمة السرية لديها العديد من الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها. ما الخطأ الذي حدث في هذا اليوم؟ إنه كان خطأ بشعا، فهناك العديد من الأمور الخاطئة التي قد حدثت، وهذا غير مقبول تماما من قبل الخدمة السرية المسؤولة تماما عن حماية الرئيس ترامب. يجب أن تطرد من منصبها، ولكن قبل ذلك يجب أن تجيب على العديد من الأسئلة. كيف يمكن أن يكون هناك شخص فوق هذا السطح أمام كل هؤلاء شهود العيان ولم يفكر أحدهم أن يحاول اللحاق به؟ كيف يمكن أن يحدث هذا الخلل في حماية الرئيس ترامب؟ هناك العديد من الأشخاص حاولوا أن يصوبوا نحوه، ولكن لم يصوبوا أثناء قيامه بمحاولة إطلاق النار. كيف لم يكن هناك سيارات تحاوط هذا المبنى بالرغم؟ فيوجد العديد من الأسئلة التي يجب أن نحصل على إجابتها، ويجب أن تتعرض للمساءلة، ودعونا نسأل ونصلي لأجل ألا يتكرر هذا مرة أخرى. ما هي النقاط ضمن الأسئلة الكثيرة اللي حضرتك أشرت لها سيد أرلت، واللي يمكن أن تحرج مديرة جهاز الخدمة السرية اليوم في الإدلاء بشهادتها باعتقادك؟ فعلاً يوجد العديد من الأسئلة. أولاً، أن فريق ترامب قد طالب مزيد من الأمن ولكنهم تجاهلوا هذا، هذه مشكلة. ثانياً، أن الأمن في هذه المنشأة، لماذا هذا الشخص كان يراه العديد من الناس ولكن لم يستجيب أحد من الخدمة السرية، وأيضا من الشرطة المحلية لم يستجيبوا هذا وفقا لشهود العيان. لماذا الرئيس ترامب قد سمح له أن يذهب إلى المنصة بالعلم أن هناك شخصا فوق هذا السطح؟ هذه مشكلة كبيرة. ولذلك مرة أخرى أعتقد أنه في نهاية المطاف الشعب الأمريكي يحتاج للحصول على هذه الإجابة. لماذا حدثت هذه الأمور الخاطئة؟ لأن الرئيس السابق للولايات المتحدة كان على وشك أن يتم الإطلاق عليه ويتعرض لوفاة. ربما يمكن أن تكون هذه حادثة قتل بشعة، لذلك أظن أنها مشكلة كبيرة، وأنا لا أصدق أن هذا ما حدث، وربما بعض الناس يصدقون أن هذا كان متعمد. لست من مؤيدين هذه الفكرة، لأن كان هناك العديد من المشاكل، فهم يرون أن هذا كان متعمد، ولكن أظن أن هؤلاء الأفراد كانوا هناك لحماية الرئيس ترامب، ولكنهم يبدو أنهم لم يكونوا مؤهلين للقيام بهذا الدور في حماية الرئيس السابق. لذلك هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن تطرح وأن نحصل على إجابتها، لأن هذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحدث في أمريكا، ولكنه حدث بالفعل. يعني أنتم أكثر باتجاه التصديق بأن هذا الخطأ كان خطأ ليس متعمد، وإنما عن إهمال من جهاز الخدمة السرية؟
نعم، إنه من الصعب أن نقول أنه غير متعمد، لأن يوجد العديد من نقاط الفشل. لا أرغب في تصديق أن حكومتنا الحالية كانت تحاول اغتيال شخص آخر أو شخص يعتبر رئيس سابق للولايات المتحدة. لا أصدق في هذا الأمر، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي قد حدثت، وكلها حدثت في نفس الوقت. لذلك يبدو أن هناك العديد من المخاوف من قبل العديد من الأشخاص، وأنا أتطلع إلى هذا الاستماع الذي سيحدث اليوم في حوار مفتوح. ولكن في نهاية المطاف سأقول لك، لا أظن أننا سنحصل على كل الإجابات أو على الأقل الإجابات الصادقة. أنا أنتظر هذا الأمر من هذه الحكومة. أنا لا أصدق هذه الحكومة كثيرا، لأنها نفس الحكومة التي كانت تتحدث عن روسيا وتورطها، وكانت كل هذه أكاذيب. إن هي نفس الحكومة، لكن هل رأيت ما حدث في خصوص قضية هانتر بايدن؟ أنهم قالوا أن حاسبه لم يكن موجود، ولكنه كان موجودا. العديد من الأمريكيين لديهم الكثير من المخاوف بشأن هذه الحكومة والإعلام الأمريكي. لا أظن أنه يقول الحقيقة، لذلك هناك الكثير من هذه المخاوف. ولكن في هذا الحوار العلني اليوم، حيث سيتعرض الشخص المسؤول للمساءلة، أعتقد أنه سيكون نقاش جيد وحوار جيد. ربما يمكن أن نتعرض، هل يمكن أن نحصل على الحقيقة من هذا النقاش؟ ربما أشك في هذا.